وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وسعادة سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين والقائم بعمل سفارة مملكة البحرين لدى دولة قطر ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وأعضاء السفارة القطرية. وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات الملكية الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، تبادل خلالها جلالة الملك المفدى وسمو أمير دولة قطر الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. غادر موكب سموه إلى مقر إقامته في قصر الصخير، وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. ويرافق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القمة الخليجية سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر ووفد رسمي.